مرحبا طالب العزيز، رجعت لكي أشرح لك موضوعا من المواضيع القواعد اللغة العربية درس 14 بعنوان بناء الفعل الأمر. نحن تحدثنا عن فعل الأمر في السنوات الماضية، ولكن في هذه السنة نزيد عليها البناء. ما معنى بناء؟ انتبه إلي وركز. بناء الفعل الأمر، يبني فعل الأمر على: أولا السكون في آخره في بعض الحالات الآتية: ألف، إذا كان صحيح الآخر. من صحيح الآخر؟ الفعل صحيح الآخر، مثل اذهب. اذهب فعل صحيح الآخر وبناؤه السكون، ليس في آخره زيادة. ما هو إعرابه؟ فعل الأمر مبني على السكون. باء، إذا اتصلت به نون النسوة، مثل اذهبنا. اذهبنا، انظر، هذا هو نون النسوة، يبني فعل الأمر على السكون في آخره، هذا هو الزيادة. إعرابه فعل الأمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. جيم، يحرك آخره بالكسرة بدلا من السكون منعا لالتقاء الساكنين. يحرك آخره بالكسرة، هنا السكون لا يظهر، بدلا من السكون يظهر الكسرة. لماذا؟ لأنه الحرف الذي يأتي بعد الفعل الأمر حركته السكون، هنا لا يجيب أن نكتب حركة السكون لأنه حركتين لا يأتي مع بعضهما البعض، مثل ابعد الشر عني. ابعد فعل الأمر مبني على الكسرة بدلا من السكون منعا لالتقاء الساكنين. دال، يحرك آخره بالفتحة بدلا من السكون إذا كان مضعفا. هنا فعل الأمر يظهر في آخره فتحة بدلا من السكون، لماذا؟ لأنه مضعف. ما معنى مضعف؟ لأنه في آخره شدة، رد لكتابي. الشدة لا يظهر عليها السكون، سكون مضعف لهذا لا يظهر فوق الشدة، لهذا بدلا من الفتحة بدلا من السكون يأتي الفتحة. رد فعل الأمر مبني على الفتحة بدلا من السكون لأنه مضعف. ثانيا، بناء من البناء الفعل الأمر، حذف حرف علة. قصنا من حذف الحرف العلة المصوت الطويل ألف واو ويا من آخر الفعل المعتل الآخر. ما معنى معتل الآخر؟ يعني في آخره حرف ألف واو ويا، مثل تمشي. تمشي فعل المضارع في آخره حرف المعتل، هذا الفعل المعتل الآخر في آخره يا، عندما حولنا إلى فعل الأمر نحذف ياء ونسمى بماذا؟ حذف حرف إلا. امشي، امشي فعل الأمر مبني على حذف حرف إلي ياء. ثانيا، تغفو في آخره حرف العلي واو، عندما حولنا إلى فعل الأمر نحذف الواو وبدلا من الواو يأتي الضمة. أخفو فعل الأمر مبني على فعل الأمر مبني على حذف حرف علي واو. تبقى فعل المضارع في آخره حذف حرف العلة، عندما حولنا إلى فعل الأمر نحذف الألف ابقى، بدلا من الألف يأتي فتحة، يبقى فعل الأمر مبني على حذف حرف علي ألف. ثالثا، حذف النون. ما معنى حذف النون؟ انتبه إلي، من آخر الأمر مسند إلى ألف الاثنين واو جماعة وياء المخاطبة، مثل تذهباني. تذهباني فعل المضارع في آخره ألف والنون، عندما حولنا إلى فعل الأمر نحذف النون ويبقى ألف بس. إذا فعل الأمر مبني على حذف النون.
في آخره. تذهبون فعل المضارع أيضا في آخره واو ونون، عندما حولنا إلى فعل الأمر نضيف النون يبقى واو جماعة بس. إعرابه فعل الأمر مبني على حذف النون في آخره. تذهبين في آخر ياء والنون، عندما حولنا إلى فعل الأمر نحذف نون ويبقى ياء المخاطبة بس. اذهبي فعل المضارع عفوا فعل الأمر مبني على حذف النون في آخره. يدل فعل الأمر على ماذا؟ يدل فعل الأمر على بعض الأشياء الآتية: طلب التنفيذ عمل معين. فعل الأمر يدل على ماذا؟ على طلب التنفيذ بعمل المعين، مثل أسكت يا ولد. أسكت فعل الأمر مبني على السكون. سر إلى الأمام، هذا أمر على شخص أو على أحد ما. ثانيا الإرشاد والنصيحة والتحذير وإغراء، مثل اعتني بصحتك. يعتني بصحتك نقول لأي واحد منا، هذا هو الإرشاد. خفف سرعتك، خفف سرعتك نصيحة والتحذير في نفس الوقت. اشتري هدية الواحدة واحصل على الآخر مجانا. هنا الإغراء، يغري الشخص. ثالثا الدعاء، حين يكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى. الدعاء من الأدنى من التحت إلى الفوق، مثل اللهم ارحمني انصرني يا ربي. الدعاء من الأدنى إلى الأعلى. خلاصة الموضوع، عن ماذا تحدثنا اليوم؟ تحدثنا عن علامة البناء فعل الأمر. يبني قلنا فعل يبني فعل الأمر على السكون إذا لم يتصل به شيء، أو إذا اتصلت به نون النسوة. يبني قلنا فعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. ثالثا يبني على حذف حرف إلا، متى؟ إذا كان المعتل الآخر، فعل الأمر معتل الآخر. شكرا لاستماعكم، مع السلامة، إلى درس قادم.